إذا أديناها يعني على فلسطين والعراق بشكل خاص وعلى الأمة بشكل عام بعد ما قتل صدام حسين. قلنا مستهل القصيد يا الله لي منك مطلب، أسألك مسألة من قلب مخلص ونية، نجني من حمام نيران حمراء بتلهب، واغفر الذنب لا تبقي علي خطية، واسقني من مياه الحوض، واجعلني أشرب من يد المصطفى شربة هنية مريئة. خلص المسجد الأقصى من الأسر يا رب، وانصر الدين واشرح له قلوب البرية، وانقذ المسلمين من وضع كله مخرب، وضع سيء ومأساوي وحاله ردية. قد بتنظر بعينك كيف والوضع الأشكب، كيف قد الأخبر خس عربي بيع خويه، أصبحت أمة الإسلام ساحة وملعب، والعرب كالكرة ما بين ذيه وذيه، أمرها قد تشتت، رأيها قد تشعب، كل دولة معاها في القضايا قضية. الله أكبر ولله الحمد. تهرب فك أرضه نفسه بالأسى مكتوية، كم قتل كل يوم الصبح يستشهد الأب والنهار الوليد والليل دور البنية، كم أسير معتقل في السجن يجلد ويضرب في ظهور العرب، المر تكسر عصية، عذب الكل كل الناس فيها معذب دون تمييز ما بين الصبي والصبية، أتلف الزرع هد البيت دمر وخرب، والمساجد من أعمال اليهود مشتكية، ناس قتلوا وناس أسروا وثالث والحصار المدمر من نصيب البقية، والحصار المدمر من نصيب البقية حاصروا شعبها لا مقد، الشعب متعب والتقارير بتقول حالته منتهية. والعجيب الذي من خيالي تعجب ان هذا الحصار مش من دول خارجية، بل تآمر معاهم من الى الدين ينسب، شاركتها الدول الإسلامية هي عربية، والجميع يعرفوها كلها الدور الأغلب، بعضها ظاهرة والبعض منها خفية، بعضها ظاهرة والبعض منها خفية، منعت الدعم عنهم وأغلقت كل مكتب، واشعلت فوق هذا الفتنة الداخلية، زرعوا الشر لما خلوا الحرب تنشب، بينهم مستغلين العقول الغبية لأجل تفشل حماس، ونقول قد الشعب جرب ما نفع حكم ناس متدينة ملتحية. الهاجس عطش. ونقول قد الشعب جرب ما نفع حكم ناس متدينة ملتحية. يا عرب ويش نجني من فشلها ونكسب، ما هي الفائدة؟ هل بات حل القضية؟ هل سترضى حكومتكم عليكم وتسحب قوة الجيش وتقدم لفتح التحية؟ ألف كلا، فهذا الأمر معروف مجرب، جربوه فتح إن كانت لها الأغلبية، كل ما قالت اشتي حل بالسلم وارغب يرفضوها اليهود بالكبر والعنجهية، فاليهود لا تفرق بين مذهب ومذهب، كلنا في نظرها ولا الملاعن سوية. اليهود لا تفرق بين مذهب ومذهب، كلنا في نظرها ولا الملاعن سوية، بايظل الحصار وتظل تسلب وتنهب، كان محمود بن عباس ولا هنية، ضاعت القدس والمسجد بدمه مخضب، والعرب بالقيادة حقها مبتلية، مكنونا نفاوض نمشي الدرب الأقرب، فاوضوهم عسى نلقى لهم حسن نية، 40 عام نسر ونجي ونرجع ونذهب، واتضح في الأخير إن السلام مسرحية. لا غرابة في بوش الابن هو شابه الاب، يوم خرب ودمر
وصفق ورحب واحتفل وسط كردستان والكاظمية. كيف حال العراق الآن وش ذي تعقب بعد حفله ورقصه وش لقي من لقية؟ هل سلم من لظى أمريك ولا تجنب من شظايا ونار القصف المدفعية؟ دمروا مرقد الهادي وجعفر وزينب مثل ما دمروا بغداد والناصرية. هل سلم من لظى أمريك ولا تجنب من شظايا ونار القصف المدفعية؟ دمروا مرقد الهادي وجعفر وزينب مثل ما دمروا بغداد والناصرية. أرضها الآن محتلة ونفطه بيسلم، شلوا الظاهرة والثروة الباطنية. ثم بعد الذي قتل وذبح وجذب أفعل الكونغرس للشعب خطة ذكية خلت الشعب كل النحو رأيه تعصب واستطاعت تثير الفتنة الطائفية. سبرت حمض للشعب العراقي مركب من قبائل ومن عدة فرق مذهبية. كل من نحو أخوه وجه سلاحه وصوب وازهقوا للنفوس الطاهرة والبرية. عايش في ظلام الدم والدمع يسكب وابتسامات الأعياد عندهم مختفية. يوم عيد الضحى كل اللي ربه تقرب والعراق أفعلوا صدام كبش الضحية. كل مسلم تقدم بالهدايا المنحب والعرق قدموا صدام لرايس هدية. ليس من أجل صدام بس نبكي وننحب لأن تلك المنية كانت أحسن منية. قم توضى وصلى الفجر بعد الطيب ثم شاهد وجال المت بصورة رضية. لكن أبكي على حكام سالب وموجب أتخذ منهم توني ورايس مطية. أمرهم بين خلق الله شرق وغرب تحت مسكو وتحت الكونغرس من طوية. ذا مداهن وذا خاين وهذا مذبذب لا حماس ولا قير ولا بحمي. أمرهم بين خلق الله شرق وغرب تحت مسكو وتحت الكونغرس من طوية. ذا مداهن وذا خاين وهذا مذبذب لا حماسه ولا غيره ولا بحمية. فتح والأرض للكفار من هب أو دب لا أراده لدى القاده ولا به مشية. اليهود انشبت في أرضنا كل مخلب واستطاعت تقيم الدولة العنصرية. عذبت آل ياسر وآل خباب ومصعب مثل أبو جهل في أيامة الجاهلية. ما سمعنا زعيم واحد يقول قف أو اسطب. همهم نهب ثروات البلاد الغنية. كيف نشل الصوالين الجديدة ونركب كيف يتمتع الراعي بحق الرعية. الشعوب جاوعة بتطلب الزيت والحب والزعامات بتدن اللحوم الطرية والإذاعات بتمجد لقب من تلقب يا أسد يا مبارك يا علي يا علي. الإذاعات بتمجد لقب من تلقب يا أسد يا مبارك يا علي يا علي. خلت الناس بعد رقص وعند طرب طرب بعد كيني مع ميني وشر البلية. What's up?